بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل معكم في حلقات سلسلة علم الرؤى والأحلام، ونحن في الحلقة 14. في الحلقات السابقة تكلمنا عن حقيقة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرؤية النبي في المنام لا تصح إلا للصحابي أو من عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد الآن أن نبين صفة النبي التي يمكن أن يراها الإنسان في منامه حتى يغلب على ظنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قدمنا أن ابن عباس عندما جاءه يزيد القارئ وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن صفة النبي، فلما أجاب بما يفيد الوصف الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيته. وكذلك كان الإمام أو إمام المعبرين محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إذا جاءه أحد وقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيطلب منه وصفه، فإذا وصف له الصورة المعروفة، مع أن ابن سيرين تابعي يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان عالما ومحدثا وفقيها ومعبرا للرؤية، فيعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم من الروايات التي جاءت عن الصحابة أو سمعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف له صورة، الصورة التي يعرفها قال قد رأيته، وإن وصف له صورة مخالفة قال لم تره. ولذلك رأيت أنه لابد أن أذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتاج إليها المسلم حتى يغلب على ظنه أنه رأى المعصوم صلى الله عليه وسلم في منام. العلماء يعني بالنسبة لوصف النبي وأحوال النبي عددوا وصنفوا مصنفات متعددة، فمنهم من تكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيوطي في الخصائص الكبرى على ما فيها من بعض الأحاديث التي لا تصح مثل الخصائص، وبعضهم تكلم في دلائل النبوة كدلائل النبوة البيهقي، ومنهم من تكلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وسلسلة الشمائل هي أقرب ما يكون إلى ما نحتاج إليه، يعني مجموعة الكتب طبعا فيها مؤلفات كثيرة، لكن أشهرها كما ذكرت عدة مرات الشمائل للترمذي، الشمائل للترمذي وهو أشهرها وأحسنها، يكاد العلماء يطبقون على ذلك، ولذلك ما زال أهل العلم يدرسونه ويشرحونه. وكنا نعرف بعض مشايخنا يجعل يعني شرحه في رمضان، يعني لأن رمضان يحتاج إلى شيء لطيف وشيء خفيف لتفرغ الناس للعبادة والقرآن، فكان يقول لنا إنه لا يناسب إلا شيء كالشمائل أو شيء في السيرة. فكنا نقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر الشمائل كما قلنا الشمائل للإمام الترمذي المتوفى سنة 279، وهو صاحب كتاب سنن الترمذي المشهور، وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اعتنى به العلماء، فشرحه القاري وشرحه المناوي وشرحه الهيتمي، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حذفا منه ما كان ضعيفا أو مبينا الصحة والضعف فيه، وسماه مختصر الشمائل للترمذي رحمه الله تعالى. ولذلك كما قلت أنا أحاول الآن أن أبين شمائل أو صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يمكن أن تقرب إلى المسلم. وكما ذكرت سابقا أن هذا المجال ليس مجال القطع، بمعنى أنه حتى مع تلك المواصفات لا يستطيع المسلم أن يقطع أو يكون على يقين أن تلك الرؤية هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تطبيق الأوصاف والاجتهاد في تنزيلها على الواقع ده مما يختلف فيه الناس، فبعضهم ممكن يتخيل وبعضهم ممكن يتصور، لكن كما قلت نحن في أمورنا متعبدون إما بما هو قطعي أو يقيني أو بما يغلب على الظن، فبمعنى نحن نعمل بما
يغلب على ظننا في أمور كثيرة في الفقهيات والعمليات وغيرها. ونفس الشيء بالنسبة للرؤية، يعني الرؤية مش هتكون وهي مجال الإنسان يكون نائما وممكن تعتريه الغفلة وممكن يلبس عليه الشيطان، فلا يمكن أن يكون مجالا للقطع. لذلك نبهنا سابقا أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابد أن تعرض على الكتاب والسنة، وأنها لا يحكم بها بحال وعلى الأشخاص أو في القضايا أو تغير بها أو تبدل بها السنن، بحجة أن الحديث المتواتر قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقلنا إنه لابد أن يتوافق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مع ما وصل إلينا في اليقظة، وبالتالي لابد أن يعرض ما جاء في المنام على ما جاء في اليقظة، لأن اليقظة هي محل الضبط ومحل الحكم، أما المنام فيمكن أن يكون محلا للالتباس، ويمكن أن يكون محلا للاشتباه، ويكون محلا للغفلة تدخل على الإنسان. والواحد من عامة الناس ليس معصوما في منامه بخلاف الأنبياء والمرسلين. وسيأتي الكلام على أن النبي عندما يرى النبي بنفسه، دي مسألة أخرى، لكن عندما ترى أنت النبي فرؤياك غير معصومة. فقلنا بالتالي من ضمن شروط رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موافقة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصاف النبي يقسمها العلماء إلى مجموعتين أو شيئين: الأوصاف الخلقية والأوصاف الخلقية. الأوصاف الخلقية اللي هي تتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والأوصاف الخلقية اللي هي تتعرض لصفاته الجسدية وبمعنى شكله أو صورته. النوع الأول اللي هو الأوصاف الخلقية كما قلت سهل عند كثير من المسلمين، يعني جل أو كل المسلمين يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كامل الأوصاف في الأخلاق، يعني لا يمكن أن يوصف ببخل أو شح، لا يمكن أن يوصف بنقيصة خلقية، بل قد أدبه الله عز وجل تأديبا ومدحه الله فقال أنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فهو قمة وذروة في الخلق وفي الخلق بمشيئة الله عز وجل، كأن الله سبحانه وتعالى جعلوا يعني قمة يصعد إليها الخلق، وبقدر قربهم من تلك القمة السامقة يكون قربهم من الله سبحانه وتعالى. هو يعني النموذج والمثال البشري كان كما قالت أمنا عائشة: كان خلقه القرآن. يعني كل ما مدح القرآن من أخلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه، وكل ما ذم القرآن من أخلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عنها. وبالتالي الجانب الخلقي هذا أعتقد أن كثيرا من المسلمين يعني صعب أن يخطئوا فيه سواء في المنام أو في اليقظة. فكذلك يعني النبي كان يعني حسن السمت، مستبشر دائما، متبسم في وجوه أصحابه، يعدل بينهم حتى في النظرة في الكلام، يستأنسون بحديثه، حديثه فصل فصيح صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح الناس وأعلم الناس صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تصيبه لثغة أو عاهة في الكلام كما قلنا سواء في تلك الجانب أو في الجانب الخلقي. يبقى بالتالي الجانب الأول أن الرائي في المنام لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نقيصة خلقية في المنام، كأن يكون شحيحا، كأن يكون غضوبا دون سبب، كأن يكون مثلا سبابا، أو صفة من تلك الصفات التي يعلم الناس أنها ليست صفة كريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى كل الصفات الكريمة وأبعد عن كل الصفات الذميمة، وكما قلت عامة الناس يعلمون ذلك في أحوالهم وفي رؤياهم. المشكلة دائما في الصفة الخلقية اللي هي الصورة الجسدية، لأن تلك الصورة يعني
لا يستطيع الإنسان أن يتصورها من نفسه. بينما الجانب الخلقي، لو قلت للإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بأعظم الأخلاق، لو سألت المسلم الذي لم يدرس الكتب هل كان النبي كريما؟ سيقول نعم كان كريما. هل كان بخيلا؟ سيقول لا، هو أبعد ما يكون. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا؟ سيقول كان شجاعا. هل يمكن أن يكون جبانا؟ يقول حاشاه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصفات الخلقية كما قلت سهلة المتناول، وهي من ضمن ما تناوله الترمذي في الشمائل، سواء في بيان أخلاقه، في مجالسه، في ضحكه، في تبسمه، في تودده إلى أصحابه، في سمره، في عباداته. وثم بعد ذلك أتى على الصفات الخلقية التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.